هيونداي إلانترا عملت مفاجأة كبيرة في المعرض لكل محبي العربية. الحقيقة هما ما كانوش مفاجأة واحدة، هما مفاجأتين. الأولى طرح إلانترا بشكلها الجديد المستورد اي دي، والتانية الشكل الكلاسيك اتش دي اللي يتم تجميعه في مصر لأول مرة وبتصميم معدل شوية، يعني فيس ليفت. المفاجأة الحقيقية ان جي بي غبور اوتو دخلت في اتفاق جديد مع شاري انترناشونال وابو الفتوح اوتوموتيف عشان تبدأ تقدم طرازات جديدة من شاري في مصر. جي بي غبور اوتو نزلت طرازات تيجو وانفي واريزو 5 وتيجو 5 واي 3 تحت علامة شاري في اوتو ماك فورمولا، بعد ما كانت بتطرح باسم سبرانزا مع شركة ابو الفتوح. شركة جي بي غبور اوتو نظمت مؤتمر صحفي قبل افتتاح معرض اوتو ماك فورمولا 2016 بعدة ايام. قدرت كاميرا الجراج انها تحصل على دقائق من وقت الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الاداره اللي بيعتبر من اهم الشخصيات في قطاع صناعه السيارات في مصر. اضافه براند تشيري لمجموعة البراندات اللي غبور أوتو بيوزعها في السوق المصري، فإحنا فخورين بهذا الاسم الكبير، ونتوقع له بإذن الله نجاح كبير جدا في السوق المصري. احنا مش عايزين نعمل توسع ان انا افتح في كل مكان وبس، انا عايز ابص على مصر بحاجة اسمها جيو ماركتينج. فعملنا جيو ماركت ستادي، درسنا فيها مصر من كل الجوانب، القوى الشرائية موجودة فين، التعداد السكاني موجود فين، الإمكانية بتاعة التوسع ممكن تكون موجودة فين. احنا نقينا تشاري لانها واحد من الخمسة الكبار، هي وجيلي وجريت وول، دول الكبار اللي لهم تاريخ ولهم مستوى جودة ينجح في أسواق التصدير. تشيري إحدى هذه الشركات. إحنا وجدنا فرصة إنه في خلال الشهور الأخيرة أو السنة الأخيرة شفنا إنه أبو الفتوح حجم الانتاج قل جدا، فانا ابو الفتوح صديقي وبحبه زي اخ يعني، فاتكلمت معاه قلت له ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل. انا دايما متفائل. انا بقالي 40 سنه بشتغل. الازمات اللي مرينا بيها كسوق مصري يعني عددها صعب ان انا احصيه، ولكن إيماني الراسخ بأن مصر كبيرة جدا 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 وباقية، والفائز هو الذي يستمر في الاستثمار خلال الفترات الصعبة عندما يختفي الآخرون ويختبئون. أنت يعني تنزل بقى وتستثمر وهتلم بعد كده وتكسب. أتمنى أن كل زملائي يحزوا حزوا. لأول مرة مصانع الشركة البافارية في مصر هتبدأ في إنتاج 3 طرازات جديدة قدمتهم كلهم في معرض أوتو ماك فورمولا 2016، من بينها طرازين لعالم بريليانس وهم V5 و V3 معاهم مايكروباس جيم باي، وهيبدأ إنتاجهم في آخر السنة دي. في المعرض كمان قابلنا إيساو سيكوغوتشي رئيس مجلس إدارة نيسان إيجيبت اللي قال لكاميرا الجراج: Well, I think the automotive market has a potential for growth. However, many companies face an issue, especially with the Forex. So right now, all the companies, including Nissan, are having difficulties or challenges. But I'm sure we will overcome this. Egypt is definitely having great potential, and it's a great market for Nissan, an important market for Nissan. One of the things that you mentioned, that the challenges. You know that we have like the dollar challenge. So it's going to affect somehow the cars industry in the region. Absolutely. It has impacted for Nissan in terms of the model mix, that we have more than 80% of our sales are coming from a locally produced cars.
So we are trying to import more parts as much as possible, use our local industry, and try to get the maximum volume out of it. جناح نيسان السنة دي في المعرض جذب جمهور كتير جدا بسبب العربية الجديدة سواي، وهي العربية التجريبية وتصميمها رائع، وبالإضافة للفكرة الهائلة جي تي أكاديمي اللي بتنظمها نيسان بالتعاون مع بلاي ستيشن للسنة التانية، واللي بتأهل محبي سباقات السيميوليشن إنهم يشاركوا في سباق عالمي حي. بس مازدا كانت مختلفة، رأسة التانجو كانت حاجة جديدة تماما على أوتوماك فورمولا السنة دي. أنا بنفسي جربت الفكرة اللي كانت عاملاها جيب، تعالوا نتفرج عليها. نرجع بقى للعربيات، تعالوا نشوف اهم الاسماء اللي كانت موجوده في المعرض السنه دي. بيجو 508 جي تي لاين، فيات تيبو، جاكوار اف بيس، رينج روفر اس في ار، رينو كاجار، فورد ايكو سبورت، بي ام دبليو اي 8، نيسان سواي، مازدا سي اكس 5، سينوفا اكس 25، شانغان في 7، شيري اريزو 5. على فكره في عربيات من دي اسمها غريبه جدا، وبمناسبه اسماء العربيات، فيروس زيكا انتشر مؤخرا في كتير من بلاد العالم، كان السبب ان شركه تاتا موتورز الهنديه تقرر تغير اسم عربيتها زيكا، واللي اعلنت عنها مؤخرا في معرض نيو دلهي، واكدت الشركه انها راعت الاضرار اللي سببها الفيروس، وقررت رغم الدعايه اللي عملتها والاعلانات اللي صورها لاعب الكره الشهير ميسي انها تغير اسم العربيه. شركه اي اي تي وكيل العلامه الكوريه في مصر احتفلت بتقديم الموديل الجديد كليا من سبورتج اللي بيظهر في مصر قبل اي دوله ثانيه في الشرق الاوسط، وده لأن الشركة الأم بتتوقع إن سبورتج كعادتها هتحقق مبيعات كبيرة في مصر، والارتباط المصريين بيها من أول ما تم تقديمها سنة 93، وبتعتبر من أنجح العربيات في فئة الـ SUV، وحققت مبيعات وصلت لنص مليون سيارة عالمياً. وخلال المؤتمر الصحفي اللي نظمته EIT قابلنا مسؤول الشركة وقالوا عربية الكيا سبورتج الجديدة كلياً أول مرة تتقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، النهاردة في مصر، احنا اول دولة مصر تقدمها، وده علشان عربية مهمة جدا بالنسبة للسوق المصري. ازاي توفق ما بين الكواليتي والسعر، ازاي توفق ما بين السيفتي والبرفورمنس، كيا نجحت في المعادلة دي. في الجراج هنشوف قريب قوي تور درايف لكيا سبورتج. وبما اننا بنتكلم عن الفئة دي، فاغلب الشركات الفخمة زي بورش جاكوار وبنتلي بدأت تنتج عربيات من فئة SUV، إلا أن شركة فيراري رفضت تماماً تنتج أي عربية من نفس الفئة، رغم احتياج فيراري لتحسين مبيعاتها اللي انخفضت مؤخراً. إلا أن سيرجيو ماركيوني رئيس مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر قال أن وضع علامة فيراري على الفئة دي من العربيات هيكون ليه تأثير سلبي جداً على الشركة، وقال You'll have to shoot me first، أو لازم تضربوني بالرصاص الأول. بعد الفاصل، أغلى عربيات في مصر، هدية مكلارن لمرسيدس في فورمولا 1، ورزان مغربي ما بتحبش الميكانيكا.